برز اختبار الفحص السريع لوباء كورونا المتوفر حاليا في صيدليات المملكة المعتمد لبيعه كواحد من بين الحلول التي تبنتها وزارة الصحة وضمن رؤية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الرامية إلى تطوير التقنيات المستخدمة بفحص هذا الوباء وتسهيل الطرق المتبعة في تصنيف الحالات السلبية منها والإيجابية. بعدما ثبتت سهولة استخدامه وسرعته في تشخيص حالة المصاب من غير المصاب بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال 15 دقيقة وعبر مسحة قدرت دقتها بما يزيد على 93% دون الحاجة إلى وجود مختبر متخصص. برز اختبار الفحص السريع لفيروس كورونا كوفيد-19 كواحد من بين الحلول الناجعة التي تبنتها وزارة الصحة وسعت إلى تطبيقها في فترة تجريبية لإثبات فعاليته على المعلمين والطلبة في مدارسهم وعلى الطواقم الطبية في الصفوف الأولى وعلى الأشخاص الذين ظهرت لديهم بعض الأعراض المصاحبة التي قد تشير إلى حدوث إصابة بالفيروس. إن المساعي الحثيثة لوزارة الصحة إلى جانب تلك المبادرات التي يتخذها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كلها تصب في خانة تطوير التقنيات المستخدمة بفحص الفيروس وتسهيل الطرق المتبعة في تصنيف الحالات السلبية منها والإيجابية. نعم، بناء على موافقة الفريق الطبي الوطني سمحت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ببيع الفحص السريع في الصيدليات للاستخدام الشخصي، ولكن نحب أن نؤكد أن على الرغم من فعالية هذا الفحص وسرعة النتيجة اللي ممكن يحصل عليها أنها لا تغني عن الفحص الرئيسي الذي ممكن أن يشخص الفيروس. فلذلك الأشخاص اللي عندهم أعراض أو خالطوا مخالطين أو حالات قائمة يجب عليهم الاتصال في 444 لإجراء الفحص الرئيسي حتى لو كانت نتيجة هذا الفحص السريع سلبية. وبما يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال، تبرز صفة التأكيد على أن نتائج هذا الاختبار تماثل إلى حد كبير نتائج الاختبارات المتبعة حاليا في المختبرات. الحمد لله احنا في مجهود عندنا وايد قل، لان الحمد لله في وعي من المواطن الحمد لله، والناس اللي يزورونا في الصيدلية عندهم وعي وعندهم خلفية مسبقة على الاختبار شلون نستخدمه. ومع ذي احنا عندنا بعد الطريقة، يعني عندنا الستيب باي ستيب بالعربي والانجليزي، وبعد نقول لهم ان بعد في فيديو بعد احتياط على اليوتيوب في كل شيء بالتفصيل، فيعني ان شاء الله يعني كل شيء سهل وبسيط. ومع ذي بعد نعطيهم استماره يملونها ولازم بعد اثبات CPR. كيفيه اقبال الناس عليه؟ يعني الحمد لله احنا ما توقعنا بصراحه هالسرعه، يعني في يعني الحمد لله في ثقه اصلا من الزباين. الحمد لله هناك في اقبال ممتاز من الجمهور الكبير وخاصه المؤسسات الكبيره اللي تحب تعمل سكريننج الى موظفينها. هذا الفحص السريع الذي لا يغني عن فحص البي سي آر خصوصا في حال إذا كانت النتيجة إيجابية، فهو مرن بالاستعمال ويتميز بخاصية الوقت خصوصا إذا تم استخدامه لفحص أعداد كبيرة من الأشخاص والحصول على نتائجهم خلال مدة زمنية قصيرة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.